هايش صاير هنا؟ صار لي ساعة اسمع صوت. لا حمدي ايش راح اسوي؟ لا 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 تقتلين، لا 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 قتلت، هربوا من البيت ابني. لا السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة وقو. اليوم رجعت لكم بفيديو اسطوري. اليوم ابني قرر يهرب من البيت، طبعا ابني الصغير، شنو السبب اليوم راح نعرفه. بس شباب بنات قبل لا نبدي بالمقطع اللي اريده من عندكم، اضغطوا اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، وتحداكم بهذا المقطع نوصل 10,000 لايك. ايه 10,000، فشباب بنات كل واحد يضغط لايك وما احبطر عليكم اكثر. مشاهدة ممتعة. شوفوا شباب بنات راح اسوي شغله اسطوري. اول شغله تشوفون هنا انا موجود الباب الاسطوري، طبعا ذن البيبان راح اغيرن. وبعد شغله ناسينها كلش حلوه اللي هي شوفوا السيرفر شلون يبين من مسافه عاليه، والله كلش حلو. هسه تسالون يا اوغا صار لك اسبوع ما منزل مقاطع، ليش؟ اليوم راح اجاوبكم، بس دقيقه. 1 2 ويهي. لا ليش صارت دجاجه سوداء؟ لا راح اموت تورطت، صار عندي جليتش والله ما. لا لا راح اموت، منين اطلع تورطت، منين يا ساتر، منين اطلع 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 يا ورع اطلع. اي هسه كلش تمام. طبعا اول شغله اليوم حمديه رجعت للبيت، ليش رجعت ما اعرف، بس دقيقه خلي اشوفكم التغييرات اللي صارت بالسيرفر. طبعا مثل ما تشوفون اكو حديقه جديده اللي هي حديقه الباندا، وسويت تعديلات اسطوريه ثانيه موجوده بذيك المنطقه. اول شغله شباب بنات راح تسالوني بالتعليقات، يا اوغا ليش تركت اليوتيوب؟ شباب بنات انا ما تركت اليوتيوب، الانترنت اللي بالعراق كله انغلق او انسد، شنو السبب؟ الله كريم. فوالله اسبابه هواي ما راح اتطرق لها او اتكلم عليها، فمو مشكله الله كريم. هسه اول شغله خلينا نكمل المقطع الاسطوري. طبعا بهاي المنطقه هنا على اساس رجعت زوجتي حمديه القديمه، بس انا اكره حمديه. بس دقيقه متاكد حمديه راح تسوي شيء؟ بس دقيقه نقول بسم الله. هاي جاي تسوي حمديه، جاي تسوي شنو؟ ايش جاي تسوي هاي؟ ايش جاي تسوون؟ جوي سمحتي ايش عندك اول مره؟ جوي سمحت من نفسك، اول مره اشوف جويسم جويسم وحمديه يتكلمون سوا، عجيب والله ما اعرف شنو سالفتهم. اعتقد حمديه، لا حمديه، لا حمديه احترمي نفسك، والله تركتك. جويسم تعال، جويسم تعال تعال، اسف جويسم هرب. حمديه وينك؟ كله من عندك هرب جويسم. شوفي هسه، لا تدني راسك، ارفع راسك. هسه تجين وياي نروح نبحث عن جويسم، والله اذا يصير بجويسم اي شيء مستعد هسه اقتلك، افتهمتي؟ جاوبيني لا تدني قراص. زين هسه جويسم منين راح اجيبه؟ فلت خليني اروح ادور عليه، والله كريم السالفه شو. تعاي والله تجين وياي تعاي، بس اريد اعرف ليش تردين تقتلين جويسم؟ جاوبيني، مو ابنك هذا، ابنك جويسم هرب من البيت بسببي، ادري هرب من البيت بسببك، بس اريد اعرف ليش تردين تقتلينه؟ يعني اكو ام، تعال فينا، اكو ام تكره ابنها؟ تعي وياها، تعي بعدين انا ادبك، تعي وياها، تعي وليك، تعي تعي طلع برا، طلعي غصبا عليك. طبعا هسه اول شغله جويسم وين راح؟ اعتقد جويسم راح ينتحر، والله ما اعرف شنو بهذا الطفل، خليني اروح ابحث عليه، والله ابتليت. بس دقيقه، تعي وليك، بس دقيقه. لا والله ما موجود هنا جويسم. زين اذا ما موجود بالقلعه وهذا المحل، اعتقد موجود بالمحل، بس دقيقه. لا والله ما موجود بالمحل، اعتقد والله ما اعرف وين راح، بس لا راح المناطق على السيرفر، اذا راح لها راح ينقتل. المتروستي انت هاي هنا غرفه الصناديق، لا والله ما موجود. تعي طلعي طلعي، وش فشلتيني؟ ليش هسه جيراننا شو يقولون علينا؟ تعي اعتقد موجوده بهذا المحل، موجود بهذا المحل. لا والله ما موجود، بس لا طلع من المدينة، إذا طلع من المدينة خلاص راح ينقتل، يقتلون الوحوش الزومبي والسكيلتون. خل أسد الباب، أنت ليش تردين تقتلينا؟ جاوبيني. بس دقيقة، هسا أنا أريد أفكر بشغلة، جويسم ما معقول يدخل بحديقة الباندا، طبعا هاي الحديقة مال باندا سواها زيرو جيمر، نسيت أصورها فمو مشكلة. والله هنا عندنا باندا والخشب البامبو، والله هاي الباندا كلش حلوين، بس المشكلة إذا أضربهم يقتلوني، والله مشكلة هاي. فمو مشكلة، هسه بس دقيقة، إذا جويسم ما موجود هنا زين وين يروح؟ خلي أكون أنا طفل، وين أروح؟ هلا باندا، تعال، خلي أفكر بس دقيقة، والله إيش عجب ما قتلني الباندا ما أعرف، فمو مشكلة، تعي حمدية تعي، الله كفيني شرك والله تعي. إذا أنا طفل وين راح أروح؟ عرفت وين؟ أروح الغرفة المشتركين. والله ما ادري وين اروح. اوف شباب بنات ابني جويسم ضاع، فما اعرف ايش اقول لكم.
راح ارجع للبيت انام، ومن يصير الصبح راح ارجع ابحث عليه. والله ما اعرف وين راح، يعني شو اسوي له؟ كله من حمديه. بس دقيقه، اول شغله لازم انام. تعالي دخلي الله يكفيني شرك. والله اول شغله خلي انام حتى يصير الصبح، وان شاء الله راح نروح نبحث عليه. يا الله، نقول صباح الخير. تعي حمديه، تعي الله يكفيني شرتي. والله تعي اعتقد، طبعا شباب انا تعتقد جواسم ختل او اختبها بحديقه الحيوانات، ايش اسمها نسيت، ها بهاي اعتقد. طبعا سويت تعديلات اسطوريه على هاي اسمها خزينه الحيوان، والله نسيت اسمها. المهم هاي هنا بالاسطبل، والله حديقه الحيوانات صارت كلش حلوه. هنا أنا موجود الاحصنه، هنا أنا الخنازير، هنا أنا الابقار، بس جواسم وين ما اعرف. هنا أنا الدجاجات، طبعا صوتي متغير شوي اعتقد. هنا انا اكرمكم الله الحمير، هنا انا الاحصنه، هاي شنو؟ ها لاما مازير وقيمر، هنا انا الخرفان. فوالله جواسم هم، بس لا اصعد فوق بالطابق الثاني. طبعا الطابق الثاني مازير وقيمر، بس لحظه خلي اصعد ونشوف شنو موجود هنا. لا والله فارغ، جواسم وين راح ما اعرف. ها ذكرت، هاي شو اسمها؟ اسمها حظيره الحيوانات. والله نسيت اسمها. طبعا سوينا تعديلات اسطوريه على السيرفر، بس ان شاء الله هسه ما راح اصورها، راح اصورها بالمقاطع القادمه او بالايام القادمه. ليش؟ اريدها مفاجاه لكم. وحمديه انا ليش، بس دقيقه، وين اروح؟ جواسم وين جواسم؟ شوفي حمديه، اريدك هسه تصعدين لوحدك وترحين تبحثين عن جواسم. يلا صعدي 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 لك صعدي. وي هم انا راح اجي وياك يا حمديه، تعرفين يعني احبك. بس حمديه إذا ضاع جواسم اعتبري نفسك يعني ميتة. صحيح أحبك بس راح أقتلك. فاليوم ندور عن جواسم. طبعا جواسم عندك انزلت بالغلط، بس شلون ورطة هاي؟ جواسم هسه تسألوني ليش تبحث عنه، يعني ليش تحبه؟ مو المشكلة، جواسم عنده خارطة مال الكنز. هاي الخارطة مال الكنز هو الكنز مال زوجتي وردة، لأن هذا الكنز كلش ثمين فأحتاجه، أريد دايموند. فوي والله ما اعرف شو اسوي هسه، بس دقيقه، ان شاء الله القى جواسم واخليه يعطيني اسمه الخارطه مال الكنز. بس اذا ما اعطاني اياها احتمال ينقتل. اي والله موجود جواسم فوق، موجود. تشوفون هذا جواسم؟ هذا تشوفونه جاي يتحرك. حاصر تشوفوا، انا خايف من شغله واحده، اذا اصعد لجواسم ويدري بي اريد الكنز مال امه 100% راح يقتلني او ما راح يعطيني الخارطه. فراح اصعد له واضحك عليه. بس دقيقه، وينكم؟ بس دقيقه، صارت الشاشه سوداء ما اعرف ليش، بسبب الريسورس باك. هلا جواسم، جواسم زعلان. رجعي جواسم يكرهك ولا ترجعي؟ لا تدخلين، رجعي. بس انا راح ادخل، ما اريدك تدخلين. خوش، متفقين؟ اوكي، حاليا متفقين، بس اقلش تعاي هسه راح ادخل ولا تجين وراي شويه ودخلي. يلا نقول بسم الله. والله الله يستر، الله يستر. والله خايف، بسم الله. جواسم، هلا جواسم، شلونك؟ طبعا انا ابوك. لا تزعل حبيبي، لا تزعل حمدي، فضحتيني. شوف حبيبي جاسم، انا اليوم جيت لك اريد اعترف لك بشغله. انا عند المكان امك. يقول لي اكره ماما. جواسم بس اسمعني، حمديه مو امك. لا تنصدم، حمديه مو امك، ورده هي امك الحقيقيه. تعال ولك تعال جواسم، تعال والله بس خلينا نفهمك. تعال جواسم، تعال. هذا انصدم وراح. تعال جواسم ولك، بس خلينا نفهمك ليش قلت لك حمديه امك بالبدايه. جواسم لا ارجع. شباب بنات، جواسم زعل، كله من وراك. كله بس دقيقه، خل اروح ورا. هذا جواسم بس لا يقتل حمديه. انا قلت له بالبدايه ورده ماتت، وجواسم قلت له امها هي حمديه، يعني بين قوسين كذبت عليها. تعال جواسم بس خلينا، جواسم ارجع. الله يستر، بس تعال جواسم، تعال ولك بس خلينا فهمك. تعال فهمك الشغله. جواسم تعال بسرعه. شوف شبابنا، اذا ما يجي جواسم والله كده، بس انا محتاج الكنز. حمديه واخري كله من وراك، والله كله بسبب حمديه. لا يا شباب، جواسم راح يدخل للغابه. جواسم تعال ارجع. دخل للغابه شباب، بنات جواسم دخل للغابه. لا يا شباب، زين متأكد 100%. لا جو، شفته دخل للغابة، يعني 100% بعد ما ألقاه. حمدية كله من عندك، كله بسببك صار هذا. والله العظيم إذا ما يرجع جواسم خلال يومين اعتبري نفسك ميتة. تعالي اقفي هنا، تعالي. شوفوا شباب بنات، أريدكم تكتبوا لي بالتعليقات عقوبة قوية بحق حمدية. طبعا لا تكتبوا لي اقتلها، لأن 100% راح اقتلها. حمدية باوعي لي حدك يومين، اذا ما رجع جواسم راح اقول للمشتركين يقولوا لي عقوبه قويه عليك. افتهمتي؟ كله من وراك.
وبنهاية المقطع يا شباب وبنات، مثل ما شفت جويسم ابني الصغير قربوا من البيت وانا لازم ارجع، بس شباب بنات كتبوا لي طريقة ارجع بها جويسم، واذا ما رجع شلون اعاقب حمدية. فالمهم شباب بنات، اللي اريده من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات، وان شاء الله راح نوصل مليون مشترك. فشباب بنات تابعوني على الانستغرام، حسابي بالوصف اسوي مسابقات واشياء حلوة، وايضا قناتي الثانية بالوصف اشتركوا بيها. وما احب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامة، باي باي.